عبد الرحمن طلبة لاعب منتخب سلاح الشيش إلى دور الـ16 بالفوز على بطل المجر 15-14 في مباراة قوية شهدت ريمونتادا لبطل الفراعنة. تأهل اللاعب محمد حمزة بطل سلاح الشيش إلى دور الـ16 بالفوز على بطل بولندا بنتيجة 15-14، واستطاع بطلنا محمد حمزة المبارز في لعبة سلاح الشيش الفوز منذ قليل على منافسه الإسباني 15-12 في دور الـ16 لمنافسات الفردي رجال. تأهل حمزة للدور ربع النهائي وسيلعب اليوم في تمام الساعة 5:30. دعوتنا للبطل المصري للفوز وتحقيق ميدالية جديدة تضاف لرصيد مصر في أولمبياد باريس 24. تنضم إلينا هاتفيا الأستاذة دعاء بدر المنسقة الإعلامية الملحق الإعلامي للبعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 24. مساء الخير أستاذة دعاء. مساء النور على حضرتك وأهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. بداية لو ممكن تطمنينا على معنويات أبطالنا الموجودين حاليا في البعثة، وخصوصا اللاعبين اللي تأهلوا وحققوا ميداليات بالفعل. طبعا المعنويات مرتفعة جدا بس بداية البطولة، يعني بأول أسبوع في البطولة دي بترفع معنويات بشكل كبير جدا. احنا دايما الحقيقه كنا معتادين في الدورات اللي قبل كده ان احنا بنجيب ميدالياتنا في الاخر خالص في اخر المنافسات، فكان ده بيسبب احباط للعيبه طول ما هي بتلعب وكله عمال بيخرج ويخسر. لكن الميداليه اللي بتيجي في اول البطوله دي بيبقى ليها طعم مختلف جدا، بتفرق بشكل كبير جدا في معنويات اللعيبه كلها. دلوقتي كله حاسس ان الموضوع ممكن، مفيش حاجه اسمها مستحيل، ان احنا مش بعيد، ان احنا قريبين من الميداليه وان احنا نقدر نجيب. والحقيقه امبارح محمد كله الكل كان شايف محمد كمان كان يقدر يجيب احسن من كده، وزياد اليوم اللي قبله كانت في متناوله ان هو يتاهل النهائي. فكل يوم كل ميداليه هتيجي ان شاء الله هتجيب وراها ميداليه ثانيه باذن الله. يا رب يا رب. اللعبات الاخرى الواعده غير الشيش ايه والمبارزه؟ سلاح، اولا السلاح دلوقتي حالا لسه كان بيلعب عبد الرحمن طلبه، الحقيقه للاسف خسر طبعا قدام المصنف الثاني على العالم. طبعا عبد الرحمن طلبه الحقيقه النتيجه اللي حققها دلوقتي دي نتيجه رائعه، يعني محدش كان متوقع له ان هو يحقق نتيجه زي دي، خصوصا ان هو داخل الاولمبياد دي ان هو يكتسب خبره للوس انجلوس. ده من احد الابطال اللي بنعدها للوس انجلوس ان شاء الله. هو لسه سنه صغير 16 سنه يعني. محمد حمزه فاز دلوقتي حالا برضو قبل الطلبه على طول على اللاعب الاسباني ويتاهل لربع النهائي باذن الله. يا رب يا رب يا رب يكون في ميداليه ثانيه النهارده. يا رب يا رب. دعواتنا الحقيقة لكل الأبطال اللي بيمثلوا مصر في اللعبات المختلفة، إن شاء الله أداء مشرف وإن شاء الله بإذن الله نقدر نحصد ميداليات أكبر. فاصل ونواصل متابعتنا الإخبارية.